سيدتي نساء العالمين. السلام على الحسين والحسن سيدي شباب أهل الجنة في أجمعين. زيارة مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، والسلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت محمد المصطفى، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت علي المرتضى سيد الأوصياء والصديقين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك أيتها السيدة الزقية، السلام عليك أيتها الداعية الخفية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الرزية المرضية، السلام عليك أيتها العالمة الغير المعلمة، السلام عليك أيتها الفحميدة الغير المفاحمة، السلام عليك أيتها المظلومة، السلام عليك أيتها المحمومة، السلام عليك أيتها المغمومة، السلام عليك أيتها الصديقة، السلام عليك أيتها المرغوبة، السلام عليك أيتها المعصورة، السلام عليك أيتها الصاحبة المصيبة العظمى، السلام عليك يا مولاتنا زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين، السلام عليكم كل مستشهدين من ذرية الحسين عليه السلام، الخصوص حجة الوقت الحاضر مولى المهدي الهادي، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. خير في جهان پنجتنے پر